انا عندي اخويا اكبر مني علمت عليه تو ما عادش بعد على النحاس ما كبر وما زل اخواتي كانوا واحد يتوفى واحد بعد انا حاسين وكانوا عندي تقريب ما يقارب على اكثر من 20 خدم يعني نعلم فيهم يعني بارش اختصاصات نعلم فيهم فنقيش نعلم فيهم مثلا حكيت هكا أو كان عندي زوج ماكينات الداخل ملوحين كانوا وريهم لك بالحانوت ما عادش فما صناعي هاكم قاعدين ملوحين شادين التركينه وملوحين الخدمه الاخرانيه كي هذا يسموه يعني عنكير تحت الطاوله هذا الخدمه الاخرانيه من الاول هيك شغل يعني تو خاصة الخدمة هذية وهذه ماهيش ديفيرون هذية الخدمة هذه حفر على النحاس الحرب بريميري طاب في الخدمة نتاع النحاس اللي هو التورناج المخرطة يعني مش الماكينة اللي تخدم هو اللي يخدم وهذه كمول اللي راكبة يخرج عليها القطعة هذا المول يتسمى مول بريزيل لو القطعة كانت خدمة تشتر الخدمة مازال تحاول تركب عليها قطعة أخرى ومش تكمل تخرج فيني هاي كيفاش من بعد تخرج فيني هذا من رطوبة نتاع نحاس باش يعدي كونتاكت البارو نتاع نيكلاش نمشي له مرحلة ثانية حطوه هنا ينظف بالطبيعة تنظيف هذا يدي لي صار ينظف القطع هنا هيك الصخ والباك وبعد نمشي لعندي الرنساج تاع الماء بعد لاسيل ما عندي الماء هذا يا رنساج ما باش نحى منه النوعيه هذيك نتاع ديكليساج شتيح برد هذا اللي بدينا بيه من هون حبتوا لنا بالبار نتاع نيكلاج هيك كيفاش يولي فات اسيد بوريك اربع انواع نتاع برونتاريت وهذا نيكا الكيت هذا الكيت نتاعو نيكيل هذا هو اللي قاعد يبيض القطعة من النوع نتاع البرودوي يبيض القطعة بعد القطعة تخرج من نيكلاج تمشي الغادي هاي كل التشيح تنحى منها كل مية فهمتني لو يبدأ حفالي